ونسوي ريوق وغداء وعشاء ان شاء الله باكر، ويوميا المطبخ مالنا ان شاء الله عامر باسمه ابو عبد الله الحسين سلام الله عليه، ونطبخ للجاليه العراقيه والسودانيه والعفو الافغان والايرانيين، واحنا مختصين بالجاليه العراقيه. فالحمد لله والشكر مثل ما شفتي تكاثر العراقيين، فنطبخ الحمد لله والشكر مرتين ثلاث مرات نطبخ باليوم، وخير من الله الناس تجي يعني الحمد لله والشكر. شكرا جزيلا ابو عباس، شكرا على هذه الجهود اللي تقدموها لابناء الجاليه العراقيه، وشكرا على هذا الاهتمام. شكرا جزيلا. الله يا 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 رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إلهي بحق محمد وآل محمد عليك عجل لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا اللهم ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة إخواني الحاضرين تقبل اللهم عملهم شافي مرضاهم اقضي ديونهم نقرأ هذه الآية إخواني حوائج كثيرة وأوصوني إخواني بالدعاء بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه 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 ويكشف السوء يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن ويا قديم الإحسان بحق الحسين إلهي بحق محمد وآل محمد عليك أمتنا على ولاية أمير المؤمنين اللهم بحق محمد وآل محمد عليك أنصر الإسلام والمسلمين على الكفار والمنافقين إخواني الحاضرين تقبل اللهم عملهم اقضي حوائجهم شافي مرضاهم وإلى أمواتكم وأموات من مات على الإيمان نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها صلوات هنا في واشنطن تقيم الجالية العراقية مجلس العزاء على روح الحسين عليه السلام في عاشوراء وبالتحديد في جامع الإمام علي عليه السلام التي تتواجد به دائما الجالية العراقية لإحياء الشعائر الدينية. نعم متواجدين هنا كافة العراقيين في هذا المركز مركز الإمام علي في واشنطن ونحن نحيي ذكرى ثورة الإمام الحسين الثورة الخالدة التي نسفت هياكل الظلم والطغيان ثار أبي عبد الله الحسين عليه السلام ضد الطغمة الأموية التي انحرفت عن الإسلام وعن القرآن الكريم لذلك أول أمر قام به يزيد أباح مدينة رسول الله عندما تولى الخلافة والأمر الثاني هدم الكعبة هذه مساوئ والمأساة الثالثة قتل الحسين عليه السلام وفعل ما فعل فيه وفي عائلته لذلك قال الإمام الحسين عليه السلام قولته الخالدة إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة وقام عليه السلام بثورته الخالدة بالبيان الذي قال إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله لآمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ونحن سائرين على خطه مدى الأجيال أبنائنا ونحن وعلى سيرة آبائنا وبعون الله سوف تستمر هذه المآتم وهذه الدروس
الإمام الحسين سلام الله عليه بتضحيته بجهاده بوقوفه أمام يزيد علمنا الشهامة، علمنا أن نستمد من ثورة الإمام الحسين عدم الخنوع للظلم وللظالم. الإمام الحسين ضحى من أجل هاي الناس تعيش بسلام، من أجل الناس تعرف الإسلام، ضحى من أجل الصلاة. أنا اليوم بينت الإمام الحسين ضحى حتى تبقى، نعم، يبقى الإسلام دينا والناس تعرف تكشف، يعني بثورة الإمام الحسين كشفت الحق عن الباطل، الناس عرفت أين طريق الحق وأين طريق الباطل. فسلام الله عليك يا أبا عبد الله، قدمت نفسك الزكية الطاهرة في سبيل إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. والفيلسوف الكبير جمال الدين الأفغاني يقول أن الإسلام محمدي الوجود وحسيني البقاء، وفعلا قوة الإمام الحسين هكذا تبقى في نفوس كل إنسان وفي نفس كل ضمير إنسان حي، تبقى هذه الشعلة وإلى ما شاء الله إلى يوم القيامة. اعتقادي بدفترك عنواني يا حسين المصاب، وحاشاك لليوم الوعد تنساني يا حسين المصاب. الناجحين صار بدفترك عنواني يا حسين المصاب. سمير